حاجة دائمة تعمل، ولكن يعني مع الأسف ما في يعني تفاعل ولا في. ودي أرجع مرة ثانية لموضوع المراكز العالمية من واقع تجربة وخبرة. نبي نقفل على الموضوع، بنروح فاصل أبو يزيد. معلش أنا ودي بس دقيقتين لو سمحت لي، في إلا إذا تبغى بعد الفاصل. لا 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 بعد الفاصل لا، بنتكلم عن المنتخب. شوف، هو الحقيقة الوضع الطبيعي أنه يكون الشخص المسؤول الإعلامي مرتبط بأعلى سلطة في النادي. معظم مدراء المراكز الإعلامية ما هم ليسوا أعضاء مجلس إدارة، وبالتالي هم بعيدين عن سياسة النادي، عن الأحداث، عن الأخبار، عن التعاقدات، فيكون أضعف من أنه يمثل سياسة النادي أو حتى ملم بسياسة النادي. ما يدري الاجتماعات اللي خلف الأبواب، هو وراء ما يحضر، فما يدري عنها. النقطة الثانية أنه في كل مكان في العالم، ذكر أبو بدر أنه المؤسسة يكون عندها قسم إعلامي هو للدفاع عنها ولتسويقها ولتحسين سمعتها. هذا وضع طبيعي، ولا ما في احد يضع، يعني حيحط مركز اعلامي يهاجمه. هذا وضع طبيعي. النقطه الثانيه انه جزء كبير من عمل المراكز الاعلاميه غير ظاهر للناس. طيب، يعني الان المركز الاعلامي يقوم تنسيق اعلامات. دقيقه ابو حمد معليش اسامه، ابو حمد تكلموا عن المركز الاعلامي. ما يقدر ينشر شيء اذا رئيس النادي ما يبي. نبي نقفل الموضوع. اذا كان هو ملم بسياسه، قفل الجزئيه عشان ابو حمد بنطلع. انه في كثير من الاعمال اللي غير ظاهره للناس، اجراء المقابلات، التنسيق للاعلانات، تغطيه التمارين، كل ما تنظيف المؤتمرات الصحفيه، عمل كبير جدا وحجم كبير. الجزء اللي يظهر للناس فقط اللي هو اما صدر بيان او رد على احد، ولكن بقيه العمل هو عمل روتيني يتقوم فيه الأندية بشكل يومي. أبو حمد، تصوير اللاعبين، مقابلاتهم، ما أدري إيش، أمور كثيرة. طيب، التسويق التجاري أيضا لكثير من الأشياء اللي تتم في النادي. أبو حمد،